وخلال المؤتمر أكد مدبولي أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر. كما أضاف أيضا مدبولي أن تغير المناخ يعد واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدى مصر وعلى مستوى العالم. لقد جاءت رؤية مصر 2030 لتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر. ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.